تحضيرا لمونديال إسبانيا هذه الصائفة، دخل المنتخب الوطني الأواسط في تربص بمدينة المهدية بقيادة المدرب القدير محمد علي الصغير. تحضيرات متميزة بحصتين تدريب كل يوم وبأجواء ومعنويات مرتفعة رغم انعدام المباريات الودية، لكن الإطار الفني يعول على إمكانيات علاء مصطفى لاعب سبورتينج المكنين وهداف بطولة الأكابر، ودرمول وماوى الحائزين على كأس إفريقيا بصنف الأكابر مع النجم الساحلي. رغم صعوبة المجموعة اللي توجد فيها منتخبنا اللي أنه يسعى للذهاب بعيدا في هذا المونديال لهذا الجيل، وخاصة أنه مر بصنف الأواسط بنفس المجموعة وشارك بمونديال جورجيا 2017 مع تغييرات طفيفة. احنا طول القرعة تنجم تقول جابتنا في مع فرق تنجم تقول قوية شوية، فكي نشوفوا اسبانيا وسلوفانيا وسربيا هذوما فرق اللاعبين متاعهم يلعبوا في بطولات عالمية كبيرة، باش نحاولوا بالفريق هذا الشاب اللي عنده توا حوالي 4 أو 5 سنين من الصنف الأصغر هما يلعبوا مع بعضهم، باش مع كما حكيت لك مقبليك قلت لك راهو نقص في المباريات الوديه، ما عندناش ما لعبنا حتى ماتش اميكال الى حد الدقيقه هذه، واحنا نجم تقول 15 جور من الكوب دي موند. ان شاء الله المباراتين اللي باش نلعبوهم في اسبانيا يزيدوا، فهمتي، المجموعه هذه تزيد تكون زعما في البطوله العالميه تزيدها، نجم تقول يعملوا اني فور سوبليمونتير باش ينجموا يكونوا في المستوى الفرق اللي باش نلعبوا لهم. لذا احنا تنجم تقول الجامعة قامت بالواجب في المعسكر هذايا حوالي عندنا شهر موجودين في المهدية، وان شاء الله فهمتي يكونوا لو جور جي في نهارنا. والله تحضيرات مسيلة، قاعدين نحضروا مليح، عندنا 7 أسابيع تو معناها قاعدين نحضروا، حتى شيء ما يجي بالساهل، كل شيء بالخدمة. أنا فما كيبيت معناها هو نيفو قويين ياسر، إن شاء الله نخدمه بالباهي ونحضر بالباهي، وإن شاء الله اللي فيه خير ربي يسهل فيه، وإن شاء الله نعمل حاجة في الكوب دي موند هذية، وإن شاء الله شرفوا بلادنا والمسالة سربيا، فما كيبيت معناها نجموا معناها نربحوهم، إن شاء الله نربحوها. فما كيما إسبانيا تو يكيب معناها قوية ياسر، جات دوزيام مونديال عم ناول، إن شاء الله نحاولوا نجري يوم ونحاولوا نلعبوا ند للند، وإن شاء الله اللي في الخير ربي يسهل فيه، مع بعضنا سوليدير، وإن شاء الله نكملوا كيكا ونخدموا ونقدموا الأفضل، وإن شاء الله اللي جاي خير إن شاء الله. قاعدين نقوموا بتحضيراتنا، نحضروا الكأس العالم في إسبانيا. البول اللي طحنا فيها بول في المتناول، معناها نلعبوا الند للند للإيكيبات الكل، وباش بإذن الله نعاودوا اللي صار في 2011 ونترشحوا المربع الذهبي. قاعدين نخدموا على رواحنا وربي يجيبنا للسواب، وان شاء الله نعملوا نتيجه تشرف تونس ان شاء الله. والله قاعدين نقوموا الاولاد كل بتحضيرات ممتازه، الاولاد كل عاقدين العزم باش نعملوا كوب دي موند بيه ان شاء الله. الخدمه متواصله صباح وعشيه، ان شاء الله نكونوا على حسن المستوى، وان شاء الله نقدموا كل ما علينا. والله ياك تشوف احنا بريسك شر جوراتنا كل يكوروا سينيور، وكل كاين نعطيو في روندمون مزيان، معناها هذا كل ما يعنيناش. احنا عندنا تو كوب دي موند واوبجيكتيف اللي نترشحوا للمربع النهائي، ان شاء الله ربي معنا، وان شاء الله نوصل للاوبجيكتيف اللي نحبوا عليه. معنا عندنا مده تو قرابات شهر ونص تحضيرات، فبرشا معنا نحن جروب ديجا معنا بعضنا من قبل، جروب نحبوا بعضنا، جروب يد واحده، نخدموا على اوبجيكتيف واحد باش نقدموا مردود باهي في بطولة العالم، وبقدرة ربي معناها باش تكون تحضيرات جيدة رغم الظروف معناها اللي نعيشوا فيها. نقوموا فيها عندنا تو 3 أسابيع نحضروا في الفريق بتاعنا هذا البطولة العالم. المشكل الوحيد اللي عندنا ديما نقوي المشكل هذا هو مشكل المقابلات الودية. عندنا صعوبة في المقابلات الودية، الحمد لله السنة قينا زوز مقابلات دولية مع منتخب إسبانيا. هذا منتخب فما علاقات معاه، باش نحاولوا نلعب معاه مقابلتين قبل بطولة العالم، ونحاولوا كي نرجعوا نشوفوا نلقاوش مقابلة ومقابلتين مع منتخب الأصاغر. وتحضيرات بالنسبة لنا احنا
البطولة العالم تكون نجم نقوله ناقصة شوية، هذا هو نجم نقوله لك، وإن شاء الله ربي يوفقنا. والله بالنسبة للمجموعة اللي احنا فيها مجموعة صعيبة برشا، طايحين نلعبوا مع بطل أوروبا اللي هو فريق سلوفينيا، وعنا المرتبة الثالثة الفريق الإسباني، والمرتبة السادسة هو الفريق السربي، عنا الفريق الياباني والفريق الأمريكي. باش نبداو زوز مقابلات نتاعنا الأولى هي ضد المنتخب السلوفيني ومنتخب الإسباني، لكن احنا الأوبجيكتيف نتاع الفريق هذا لازم يكون يترشح للدور الثاني، وقدرة ربي عندي ثقة كبيرة في الملاعبية، لكن تعرف كل شيء جايز في البطولات هذه، وإن شاء الله ربي يوفقنا. كما كنت مع المجموعة الأخيرة اللي كانت عندي مواليد 97 96 مشينا على الدور الثاني وربي وفقنا وتعدينا لدور الربع النهائي وعملنا مرتبة سابعة عالميا، علاش لا مع الفريق هذا ما نجمش نعمل المرتبة هذه وأحسن. لكن كل هذا كما قلها من كما قلها من اللاعبيه ولا فولونتي دي جوار، اذا كان يحبوا يعملوا نجموا يعملوا. والله الفرق بكل صراحه معناها لا ديفيرونس ما بين ليكيب هذه وليكيب الاخرى، سيكو ليكيب اللي كانت عندي قبل نتيف 97 الماجوريتي نتاعهم كانوا يلعبوا سينيور، هذا برشا يلعبوا لكن يلعبوا ماهوش باستمرار، معناها فما زوز ثلاثه من اللاعبيه يلعبوا باستمرار، الاخرين يلعبوا كل نتيف يلعبوا في الجينيور. تعرف النيفو الشامبيون جينيور نتاعنا ضعيفه شويه، لكن نحاولوا باش يلحقوا، وفما لاعبيه قاعده تلعب في السينيور لكن سي با بور ان تون كومبلي، لا موش برشا، لكن نحاولوا باش نلحقوا معاهم. احنا ان شاء الله تكون القوه نتاع ليكيب هذه سو لو بلان كولكتيف اكثر ما هو انديفيديوال. ويبقى الهدف الاكبر تدعيم منتخب الاكابر، وخاصه نحن على ابواب تنظيم كاس افريقيا في بلادنا جانفي 2020.